حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ما صحة هذا الحديث؟ ثم يقول بعض المشايخ وذكر بعض الدعاة ممن نحسبهم والله حسبهم، قال يفسره بأنه صبر الأفراد على ظلم السلطان وليس ظلم الأمة. وبعض العلماء وصف القائل بوصف عظيم حقيقة، قالوا أنه صاحب هوى. أنا أضم هذا السؤال فيما يعني يتناقل بين طلاب العلم وبين العلماء حقيقة، وما يكتب أيضا من عامة الناس، ما التوجيه لكل يجمع؟ إنه ربما الدكتور محمد العريفي وهو من أهل الفضل الذين نفع الله عز وجل بهم، وله علم وخبرة ودعوة، وهو من أهل الإحسان، وهو بعيد عن الهوى فيما أحسبه، والله حسيبه. ينبغي أن نعلم أن هذا الفضاء المفتوح ما يتعلق بالفضائيات وكذلك أيضا شبكة الإنترنت وما يقع فيها من سب وشتم وتهكم بالصور وكذلك أيضا بالأشكال والهيئات والخلقة والأحوال، أن هذا لا شك أنه ضعف إيمان ونقص في الديانة وكذلك أيضا ربما أمارة نفاق أن يستسئل الإنسان في الواقع في الناس. ينبغي أن يعلم أن ضعيف الحجة هو الذي يتوجه إلى الاستهزاء بالأشكال أو استهزاء بالأقوال أو مثلا بالتصرفات أو ربما بأشياء بعيدة عن الحجج، وهذا سبيل المنافقين وسبيل أيضا أعداء الحق، أنهم يصعب عليهم مواجهة الحجج ثم يميلون إلى بنيات الطريق بأمثال هذه الأمور. ولا شك أن هذا من مكن لأمثال هذه الأشياء أنه آثم في ذلك، وكذلك أيضا المتكلم في ذلك باعتبار أنه تسبب بإيجاد شيء من الباطل هذه من الأمور المحرمة.